أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: امرأة عقد نكاحها وهي حامل من علاقة غير شرعية، فما صحة هذا العقد؟ العقد باطل، العقد على المرأة الحامل من غيره هذا باطل. أما لو كان الحمل منه بنكاح صحيح، حاملا منه بنكاح صحيح ثم طلقها طلاقا بائنا دون الثلاث وهي حامل، فله أن يعقد عليها لأن الحمل منه والحمل بعقد صحيح. أما الحامل من الزنا فهذه لا يعقد عليها، لا يجوز العقد عليها حتى تضع ما في بطنها وتتوب، تتوب توبة صحيحة من الزنا، حينئذ يعقد عليها. نعم.